رجعنا لكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع الفقرة الدينية. تقريبا كلنا عارفين ان الرزق ده حاجة بإيد ربنا لوحده، الإنسان مهما سعى في طلب الرزق فمش هيجيله غير اللي ربنا كتبه له. فالرزق دايما زي ما بنقول على الله يرزق من يشاء بغير حساب، وسعادة الإنسان دايما بتكون في الرضا وفي القناعة. فدايما بنقول نرضى بقضاء الله وقدره في تقسيم الأرزاق، وخليك عارف ومتأكد ان ربنا مش هيقدر لك غير كل خير، وان تدبير ربنا اكيد وكلنا عارفين الكلام ده انه احسن لك من تدبيرك لنفسك. طبعا الرزق بايد ربنا، لكن ده لا يعني اننا لا نأخذ بالاسباب، واحنا دايما بنتوكل على ربنا وبندعيه وبنلجأ له طول الوقت. طيب هل في اسباب خفيه بقى للرزق؟ ده يمكن السؤال الاكبر، يعني اسباب غير مباشره زي صله الارحام مثلا او الصدقات او اعمال الخير، هل دي امور ممكن تكون سبب فعلا في اتساع رزق الانسان؟ هنتكلم يعني بقى في كل التفاصيل مع فضيله الشيخ ابراهيم رضا من علماء الازهر الشريف. منورنا مولانا. تحياتي لحضرتك، تحياتي لحضرتك، اهلا وسهلا. يمكن هو موضوع الفقره بتاعتنا فكره الارزاق، هل في شيء ما او افعال معينه احنا بنعملها بتزود في رزقنا عند ربنا؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رحمة الله للعالمين سيدنا محمد. تحياتي لحضراتكم ولكل مشاهديكم الكرام في كل مكان. خلينا نقول أن الله تبارك وتعالى قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون، ثم يقسم ويقول: فورب السماء والأرض إنه، أي إتيان الرزق هذا الذي تنتظرونه وتتطلعون إليه، لحق مثل ما أنكم تنطقون. فكما أنك تملك القدرة على الكلام، الله يقول عليك أن تكون متأكد من قدرتك على أن الرزق سيأتيك بأمر الله سبحانه وتعالى. زي ما حضرتك تفضلت في البداية وقلت الأخذ بالأسباب، ده العنوان. إن أنا دايما أحصل، وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. طيب هل في أمور معنوية إذا الإنسان أقبل وداوم عليها هي بتجلب له الرزق؟ نعم. إيه هي؟ لأن عندنا المعصية لها شؤم. لما تعصي الله يضيق صدرك، الله يضيق حالك. ليه؟ لأنك على طريق ليس كما أراد الله منك. هذا الطريق الذي اتخذه الإنسان يباعد بينهم، منها مثلا الكبر على الأقارب، إن أنا أقطع صلة الرحم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الناس ان ربنا لما خلق الرحم قال: انا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. شوف بقى بداية الرزق، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. القطع هنا ان انا اسيبه، يعني هنا لوحده بدون بركة بدون دعم بدون أي لون من ألوان المعونة التي هي من الله تبارك وتعالى. فصلة الرحم يعدنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من أراد أن يبسط له في عمره فليصل رحمه. من كان يريد الخير الخيرات الكثيرة فعليه أن يصل الرحم. عندنا كمان آية قرآنية تقول لك إنك مجرد ما تستغفر هذا أدعى لأن ربنا سبحانه وتعالى ينزل بك من الخيرات ما لم تكن تتوقعه. شوف على لسان نبي الله نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يعمل إيه؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. عندنا مجرد التقوى، يعني إنك أنت تكف أذاك عن الناس، إنك أنت ما تبقاش الشخص المؤذي، الشخص اللي دايما بيفسد في الأرض. شوف ربنا يقول إيه على الأمم والشعوب: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هي دي القضية. طب إيه اللي بيمنع الرزق؟ يعني لو في حد حاسس أنا ما عنديش، أنا ما معيش، أنا وطول الوقت بيشتكي من قلة الرزق، فإيه الأسباب بقى اللي بتمنع دخول الرزق عن الإنسان الغير ميسور؟ الشخصية الشكاية، أولا إحنا في أمر الدنيا سيدنا النبي وصينا أن ننظر إلى من هو أقل مننا. يعني ما روحش أنشن على واحد عنده كل الخير اللي في الدنيا كله وأقول إشمعنى فلان. ولذلك ده يذكرني بأحد الأصدقاء كان شديد الثراء ما أنجبش. لما رجع من بلد خليجية حب يجيب أهله
وابن لهم وهو ما عندوش اولاد. اتذكر يوم من الايام واحنا راكبين سيارته الخاصه، كنت انا لسه خريج جديد كده بشتغل معاه، فلقيت واحد عدى جنب السياره قال له جمله هو سمعها انا ما سمعتهاش، ولقيته بيبكي. بقول له ما يبكيك يعني انت زعلان ليه؟ قال لي ما سمعتش. الراجل قال ايه؟ بيقول لي انا اركب العربيه تحتك دي ساعه واحده وبعدها اموت، مش عايز الدنيا كلها. هو ليه كل واحد فينا بينشل على الحاجه اللي بتبرق في التاني؟ لا هو لو جد، لو هو بني ادم صح يتمنى حالي كله، ما انا عندي ضريبه، ما هو هيروح يلاقي خمس ست اولاد بيلعبهم ويلعبوه وفرحان بيهم، انا بروح انا وزوجتي ما فيش يعني صمت صعب وقدرة على التحمل من حرمان الذرية غير طبيعي. فضلت الشيخ من كلام حضرتك ده نفهم ان الرزق مش بس مال، الرزق في حاجات كتيرة جدا، ده العلاقات رزق. يعني ان احنا نعرف بعض، العلاقات الطيبة رزق، الطيبة كلمة الطيبة رزق. الله عليك. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. الناس دلوقتي يقول لك انا رايح امن على عربيتي، امن على حياتي، ما عنديش مشكلة. ولكن كمان انك لما تتصدق وتصنع المعروف، الواحد فينا ما يموتش موتة سيئة. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. طب يا مولانا، على ذكر العلاقات الطيبة، لو هنتكلم ونتطرق على صلة الأرحام وفكرة الاهتمام بيها ممكن يؤدي إلى رزق أو يؤدي إلى البركة عموما في حياتك بشكل كبير، فالإسلام اتكلم على صلة الأرحام بأي شكل؟ طيب خلينا نقول إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زي ما ذكرنا لما خلق الله الرحم استغاثت واستجارت بجناب الله، قالت له أجرني، فقال الله لها أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. وربنا وعدها بكده، قال لها أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى. ثم قرأ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مسامع الصحابة، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ليه بنوصي بصلة الرحم؟ لأن دايما هتلاقي القرآن لا يهتم إلا بالأقارب، عمال يقول ليه؟ لأن اللي انت بتتعامل معاه الغريب ده هو بطبيعة الحال ممكن تألف وتؤلف نتيجة لأن مفيش أي روابط بينك وبينه تخليه غير منك. دايما أكتر حد بيحط نفسه في مقارنة معاك قريبك، ابن عمك، أخوك، ابن أختك، كل الأقارب كده. ولذلك كانت الوصية بيهم دائما في كتاب الله سبحانه وتعالى مرارا وتكرارا لكي نكون دائما أمة مترابطة، أمة متماسكة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهو بيبدأ بالأب، يعني احنا دايما نيجي بقى في عيد الأم وفي المناسبات الدينية وعلى الأبناء وعلى الأبناء وعلى الأبناء، لا ده ابنك زرعتك. شوف علشان يحافظ على صلة الرحم سيدنا النبي يقول رواية في منتهى الشياكة لما تاخدها كده وتستعرضها، يقول سيدنا النبي في الحديث الصحيح رحم الله والدا أعان ولده على بره. يعني ربيه على الحنية، ربيه على الود، ربيه على الاستقامة. فضلت الشيخ مقولة إن الأقربون أولى بالمعروف، نعم. هل إن أنا مثلا يكون حد في الأقارب محتاج وحد تاني ما يصور الحال، بدل ما ينفق الفلوس دي برة ينفقها على الأقارب، هل ده بيبقى الثواب أكبر ولا لا؟ بحيي حضرتك على حاجة مهمة، الثواب أكبر أكبر. بدليل إيه؟ الإسلام لما جه ما كانش فيه جمعيات خيرية ولا لسه منظمات مجتمع مدني، فكانت الفكرة بتاع مال الزكاة والصدقة قايم على إيه؟ لو أن كل منا نظر إلى أهله، كل واحد عندنا في العيلة في الفرع الفقير المتوسط كده، فلو بدأ كل منا بنفسه بياخد الأجرين، أولا أجر صلة الرحم، لأنك علشان تديله الصدقة بشياكة كده بتتحسب صدقة، بتتحسب صدقة. لأن في ناس بتقول لا أنا هتصدق على قريب ده أنا مش هاخد الثواب، أنا عندي صدقة فهتصدق بيها على حد غريب. لا يعني هنا لو بنتكلم في القريب، أولا طالما ما هي زكاة المال احنا عارفين ان هي محرمة على الابناء وعلى الاباء، على اهل البيت، الابن وان سفل، يعني الابن وابن الابن الى اخره، والجد وان علا، الاب والجد والكلام ده كله والام. فاحنا هنا بنتكلم بقى على ايه؟ اخويا مثلا في عيشة مستقلة وعلى قد حاله، وانا ربنا موسع علي، يجوز لما يجوز ان انا اديله زكاة مالي. طب لما اديله زكاة مالي تختلف عن ان اديها الغريب؟ اخد اجرين، أجر
الصدقة، إن أنا أديته الزكاة بتاعي مالي علشان أطهر مالي وأخرجت حق الفقير فيه، والأجر التاني إن هي صلة رحم، هتشوفه هتتعامل معاه هتحسن إليه. فهنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. إحنا عندنا الرجل المثل الفلاح يقول لك إيه؟ الشجرة اللي ما تضللش على أهلها عايزة أقطعها. ليه؟ لأنك أنت لما بتعمل كده أنت بتقطع الطريق على كل المشاعر السلبية اللي ممكن تعاني منها بعد كده. خلي بالك طاقة الحسد هي طاقة كراهية بتنصب على الإنسان. واحد يقول لي طب هو الحسد يأثر يأثر الزكاة وأشد. والصدقة وصلة الرحم كل ده بتحوش كل الحياة. أعمال البر كل أعمال البر طبعا. إن أنا أستغفر، إن أنا أشكر، إن أنا أكون من المتقين، إن أنا أبذل إن أصل النصيحة. أصل رحمي أصل رحمي وكمان يكون في مزيد من الأعمال دايما المواضيع المختلفة. الموضوع فعلا مستمرة، ولكن الموضوع النهاردة تحديدا هو موضوع مهم جدا يمكن بنناشد بيه كل الناس. فكرة الأعمال بتزود الرزق وبتخلي الإنسان أحسن وأفضل بشكل كبير. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. فضيلة الشيخ إبراهيم رضا من علماء الأزهر الشريف. فضيلة الشيخ إبراهيم رضا من علماء الأزهر الشريف نورنا وشرفنا وبنشكرك شكرا جزيلا. خلاص حلقتنا خلصت بسرعة، ولكن بكرة لينا لقاء تاني من الساعة 8 للساعة 10، وإلى اللقاء.